بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. واحد من الإخوة طلب مني باش نوريه يعني كيفاش يغير السيبور متاع البوات، يعني القاعدة متاع علبة السرعة أو المكان اللي تمسك فيه علبة السرعة، الكاوتش متاعها أو السيبور أو القاعدة، عندها عدة أسماء. طبعا هذه السيارة البارتنر، السيبور هو مثل هذا، يعني السيبور يعني اللي يجي في البوات من تالي موجود تحت البطري. نشيلوا الغطاء متاع البطري، نشيلوا البطري ونشيلوا القاعدة متاع البطري اللي تجي تحت منها هذه، فما قاعدة تركب هنا بالزبونات اللي تحطوا عليها البطري، نلاقوا تحت منها السيبور. السيبور هذايا يمسك البنون بالنص والزبونات من الأرنب، يعني العملية متاعو سهلة وبسيطة. يعني نحطوا كريك تحت البوات من اللوطة أو تحت المحرك، جهة البوات جهة علبة السرعة، ونفكوا البنونة هذه هي الأولى، الكرو هذه نفكوها، ومن بعد نفكوا البنونات الاثنين اللي شدينا من الأرنب. هو سهل بسيط جدا، ما فيش حتى صعوبة. هو مثل هذا السيبور نتاع البوات اللي باش نركبوه جديد يكون كيما هذا. شوفوا المكان نتاعو هنا واضح، شوف فيه هنا، هذا هنا يعني كانت فوق منه البطري. يعني هو على فكرة السيبور البوات هذا نتاع البيجو والستروان كلهم زي بعضهم، نفس الموتور في نفس المكان ونفس الكبر. يعني تنجم تقول يعني فرق بسيط جدا ما بين البنزينة والديزل. يعني الميزة في البيجو والستروان كونها تلقى نفس القطع غيار، يعني من أول ما صنعوا السيارات لحد الآن الأغلبية كلهم يعني كلهم شبه بعضهم، يعني حوالي 90% من قطع غيار تشبه بعضها، يعني وموجودة وسهلة وبسيطة وما غيروش فيها حتى شيء كما علبة السرعة كما غيرها، غيروا حاجات خفيفة بكل. بعد ما نفكوه نشوفوا هذا، نلقوا المكان نتاعو هذا الفرق، تقعد البوات محطوطة على الكريك وهو هذا نفكوه يعني باش نغيروه. فما منه أنواع كما قلت لكم، فما منه الكبير والصغير، ومن الأحسن يعني الحاجات كيما هكا كاوتش ولا غيرها مش غالية برشا، الإنسان ياخذها في الأصلي في الدوريجين، ياخذها من الدار، ياخذها من الميزون يكون أفضل، لأن لأن مهمة جدا في الفيبراسيون في السيارة، يعني في الرعشة في السيارة أو في الصوت في الهيكل بتاع السيارة، يعني مهمة جدا لأن تحمي الصوت ما بين الهيكل وما بين السيارة، ما بين الكروسة وما بين المحرك، ما بين يعني تحمي. من الأحسن يعني هم مش غاليين، تاخذها جديدة كيما هي كيما سيبور موتور. هكذا لك سيبور آخر من اللوطة، هذا يجي تحت البوات من اللوطة، حتى هذا تابع البوات تابع المحرك في نفس الوقت يخدم خدمتين. هذا تشوف فيه من هنا بدا يتعب. شوف هذا يعني علاش نقول لكم توا المازوط مش باهي للمحرك من داخل. شوفوا كيش يعمل في الكاوتش، هذا نزل عليه تلقاه نزل عليه مازوط، نزل عليه النفط أو الديزل يخربه بسرعة. خاطر علاش؟ يعني ياكل كاوتش ديزل، ياكل كاوتش نفط. شوفوه من هنا كاش خرب، أنا كاش خرج من مكانه، كلاه النفط، يعني كلاه الديزل، كلاه المازوط، لين خرج من مكانه. شفتوه؟ هذا علاش ديما ننصح بعدم عمل رنساج أو تنظيف المحرك من الداخل بالمازوط، يعني لأنه يخرب البراويلات، يخرب الجوان سبي ولا يسموه هذاك، يخرب البراويل سباب، يخرب الدنيا كلها الداخل. فأكبر غلطة أنهم يعملوا رنساج أو تنظيف المحرك من داخل بالمازوط. شوفوا كيش يعمل في كاوتش، شوف الكاوتش كيف صار، يعني ذاب من نزول عليه المازوط. لذلك عندنا سيبور نتاع المحرك من قدام، يعني جهة الحزام، جهة الشان ديستريبيسيون، جهة الكاتينة. حتى هو هذا يجي يسموه احنا زربوط، كي الزربوط شي، هذا جهة الكاتينة حتى هو سهل تركيبه، ما فيش ما اسهل منه. السيبور نتاع البوات بين يركب في البولونة هذه، يعني في المكان هذا وقت يدخل، يعني نقول لكم يعني حط الكريك تحت البوات باش المسمار هذا ما ينزلش لوطه، باش تنجم تركبوها بسهولة. عندنا الزربوط هذاك نتاع الموتور يركب في المكان هذا، يعني يركب باليد ويتفك باليد، يعني سهل مش صعيب، يعني حتى تربى شوية بهكا بمفك ولا بتورنيفيس ولا براي يتحل بسرعة. فوق منا يعني ناحية البولونة هذه الكرو هذه
وتبدا هو الدوره تفك يعني سهل ما في شيء. حتى هو يدور بالفيتاج ويخرج بالفيتاج، يدخل يعني يركب الفيتاج باليد ويخرج بالفيتاج باليد. لما تفك الكرو هذه اللي شداتها يعني تفكها بسهوله تامه ما في شيء يعني، يخرج من مكانه. وتنحي السبور هذه طبعا من جهتين، من جهه البوات، وتحط كريك تحت المحرك باش ما المحرك ما يطيحش، وتغير حتى هو بسهوله تامه يعني تفكها بسهوله تامه من مكانها ما في شيء. تضرب عليه هيك بشويه ويخرج على اليسار، وفي التركيب كيف على اليمين، وحتى ولو ما تكبسهاش برشا بيدك ما يسالش، المهم توصله على الاخر وتعطيه ضريبه صغيره حتى بالمفك ولا بتونيفيس، ما عادش تخاف عليه، ما عادش تحل. حتى هذا سهل، ومن الاحسن ديما حتى هذا يعني يتغير في الاصلي في الدوريجين خير، لان مهم ياسر في الصوت ما بين السياره والهيكل نتاعها، ما بين المحرك والهيكل، لان باش يمنع الصوت يخلي السياره ديما مرتاحه من داخل، الركاب فيها ما يسمعوا شيء. يعني هو يحمي المحرك، صوت المحرك على صوت الهيكل نتاع السياره يعني. وسهل وبسيط، هو ما فيش حد شيء في تركيبه، نجم اي واحد يركب بور البوات يعني، نجم اي واحد يركبه ما في شيء، سهل وبسيط. واغلبيه السيارات يعني زي ما قلت لكم في البيجو يعني السيبورات نتاع الموتور كلهم يعني يشبهوا لبعضهم كلهم، يعني فرق بسيط كما البنزينة والديزل والهاش دي والعادي، وكلهم يشبهوا لبعضهم، فما كثير يعني يركبوا على بعضهم يعني، يعني ما همش بعاد على بعضهم، وسهلين وفي نفس المكان وفي نفس يعني راكبين بنفس الماركة، أي يعني في نفس الموديل اللي هم فيه. شوفوا السيبور هذا كيفاش زاد، حتى الكوتش نتاع كيفاش بدا يذوب، هذا كله من الديزل، احيانا من النفط ينزل فوق منها، الديزل ينزل فوق منها، يعني فاتت الكوتش نتاعها تموت، ما عادش تطلع. علاش نقول لكم ركبوا اصلي؟ لان حتى النفط كي يركب على ينزل على الكوتش الاصلي ما اثرش عليه بسرعه، تحب له وقت باش ياثر عليه، انما كي يبدا مقلد على طول ياثر عليه، من اول ما ينزل عليه قطرتين ياثر عليه. البوات يعني عرض السرعه، مادام الصورة قدامي باش نوريكم يعني. هاو هذايا مكان منين نصبوا الزيت، لازم نصبوا الزيت من المكان هذا وتفرغ من مكان اخر تحت منه، هذا تنجم تصب منه الزيت، وتنجم تاخذ منه المقاسم الساعة الزيت قداش فيها يعني. والزيت ديما يعني اغلبية البواتات اللي هما خمسة غيارات يعني ما يفوتوش لترتين ونص، 2 لتر ونص يعني كلهم اغلبية. وديما الانسان يلاحظ اذا كان يلقى زيت تحت السياره من اللون يعرفه، اذا كان لونه اخضر راهو نتاع عربة السرعه، واذا كان لونه اسود راهو من المحرك، يعني خاطر عربة السرعه ديما الزيت نتاعها يقعد جديد، اما المحرك ديما يكحل فيه ساعه ويتغير لونه. هذه فيها هنا هذه عدد السرعه اللي هو حساس السرعه يركب هنا في المكان هذا، وهذوما الاتجاهات نتاع الفيتاس نتاعها اللي هما يغيروا بهم منصة السيارة. عندنا هذايا هنا الكابتر شفتوهم، والميزة كنت قلت لكم في السيارات الفرنسية يعني في البيجو بالذات، كون علبة السرعة هذه موجودة في جميع أنواع السيارات، هي نفسها في الديزل، هي نفسها في الديزل كلهم، يعني تتغير برك الأماكن هذوما نتاع الفيتاس، أما في الدورة نتاع ما بينها وبين المحرك هي نفسها في خمس غيارات، يعني من التسعينات حتى الان هي نفس العلب السرعه ونفس الشكل نتاعها، يعني ما تغيرش. يعني هذه الميزه اللي في السيارات الفرنسيه سواء في الرينو ولا في البيجو، يعني ديما هي نفس السرعة المكان. هذايا الكابتير او حساس الديماراج، وهذايا بلف التبخير نتاع البوات اللي هو يتنفس منه البوات باش الزيت ما يخرجش من جوان سبي هنا يفسد المكان، اسمه يفسد البروي كاردون هذه، يعني كي يبدا ما يتنفسش البوات، لان البوات تعمل رغوه زي رغوه الصابون، اذا كان ما تنفسش تولي تخرب البروي كاردون هذه. ان شاء الله نكون افدت خونا اللي يسال على السيبور نتاع البوات بهالفيديو هذا، حتى ولو بالصور يعني ان شاء الله يفيد، نقول الافاده حاصله. واللي عنده اي سؤال او استفسار او
ماذا بيكم يعني يعني تبعثوا لي فيديوهات بالنسبه للاصوات دي، ما انا بنقول لكم الاصوات ابعثوا لي فيديوهات، وبالنسبه للباقي مش مشكله، نجم يعني تب راسي ونعمل فيديو ونشرح لكم فيه الموضوع ان شاء الله يفيدكم ويعجبكم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.